يسجد على ركبتيه أولا ثم كفيه ثم جبهته وأنفه، ولا يسجد على اليدين أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك البعير. وبروك البعير يكون على اليدين أولا كما هو مشاهد، كل من شاهد البعير إذا بركت يجد أنها تقدم يديها، فلا تقدم اليدين، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك،